سطر من مطاني خالد أبوس وافينا المقام رابي بالمرجلة والكرم عاده بزر وقت ما العمرة على المرجلة قبل الصيام يشهد الله والمخاليف بدوان وحضر ان دبوس هالدبوس ما حوله كلام. اسمعوني يا المطاني خمل لك الصبر يا سلام الله عليكم مع زود احترام النصيحة كانت تباع في مضى العصر يشتري سطر من مطاني خالد أبوس وافينا المقام رابيا بالمرجلة والكرم عده بزر وقت ما العمره على المرجلة قبل الصيام يرخص الغلي على شان حسكة الوبار يا عسى يدهم المشترى البعد عام صير مين يدحم الجمع ويدق النهار وافيا يمناه تقلط لدرم حسن يشهد الله والمخالق بدوان وحضر ان دبوس على دبوس ما حله كلام مدتي من اهلي يا مدها تعمل فقر يضحك احجاجه لضيفه على طول الدوام عرب جدوده مبارك عسى ذاك القبر تدرج فقه وتمطر مخايل الغمام شايب حز المكارم فخر يتبع فخر الشجاع إلى الأمام اقدم بصبر الله شوش هامة البشر واعرف أن الحق والنور جلي الظلام عرضها يربك على الصنف ودهت النظار زينها والطبع بها على حسب النظام الغوارب كل ما قاسها رجلا قصر والرقاب القرد واللون سلم يا سلام طفح الحيان كانها ما تعرف الانهزام كأنها في ساحة العرض ياتيها تجار كأنها على النواميس ولو الحيام لو تباع الواحدة تعتقر قبل خضر غير من زود الغلا لا تباع ولا تسام ابتعد يا خصمها واعرف انك في خطر قبل تلحق البشيله ويلحق الملام واخر جاتكم صبرة بلجن يطبخ راسه سطر من مطاني خالد أبوس وافينا المقام رابي بالمرجلة والكرم عاده بزر وقت ما العمره على المرجلة قبل الصيام يشهد الله والمخاليف بدوان وحضر ان دبوس هالدبوس ما حوله كلام. اسمعوني يا المطاني خمل لك الصبر يا سلام الله عليكم مع زود احترام النصيحة كانت تباع في مضى العصر يشتريها كل رجل يدور للسلام الوعد يهل التحدي لكم بول صبر والمثل قد قاله انظر يا جيل العلام جاتكم صبرة بلجن يطبخ راسه سطر من مطاني خالد أبوس
المقام رابيا بالمرجله والكرم عده بزر وقت ما العمره على المرجله قبل الصيام يرخص الغني على شان حسكة الوبار يا عسى يدهم المشترى البعد عام صير بين يدحم الجمع ويدق النحار وفيا يمنى تقل اطلد رموح السنام يشهد الله والمخالق بدون وحضر ان دبوس لدبوس ما حله كلام مدت من اهل يا مدها تعمل فقار يضحك احجاجه لضيفه على طول الدوام عرب جدوده مبارك عسى ذاك القبر تدرج فقه وتمطر مخايل الغمام شايب حز المكارم فخر يتبع فخر لين صار اسمه وفعله مع ربعه وسام صدره الضيفانه تقول رضا وزهار يا عساه الجنة الخلد في برد وسلام وانت يا دبوس منه تعلمت الظفر صملة ترد بقلب الشجاع الى الامام اقدم بصبر لا تشوش شهامة البشر واعرف ان الحق والنور جل يا الظلام عرضها يربك على الصنف ودهت النظار زينها والطبع بها على حسب النظام الغوارب كل ما قاسها رجلا قصر والرقاب الجرد واللون سلم يا سلام طف حل حيانك انها تطلع للقمر والخدود عراض تذهل تفكر الانام لقبلت قمت جماهيرها ترمي الاغتار من بداية مرحلتها ما تعرف الانهزام كانها في ساحة العرض ياتيها تجار كانها على النواميس والاول حيام لو تباع الواحدة تعتقر قبل خضر غير من زود الغلا لا تباع ولا تسام ابتعد يا خصمها واعرف انك في خطر قبل تلحق البشيلة ويلحق الملام وخروا من الدر قربها الموت الحمار وفيها تنتخب الزود في يوم الزحام يا مدور عذر ما عاد في الدعوة عذر اشهد انها تقطع لسان من يبغى الكلام يا مدور ندر الصفر هي ندر الندار هي خلاصة ندر الصفر هذا والسلام عوني المطانيخ ملك الصفر يا سلام الله عليكم مع زود احترام النصيحة كانت تباع في مضى العصر يشتريها كل رجل يدور للسلام الوعد يهل التحدي لكم بمن صفر والمثال قد قال حضار يا جيل العلام جاتكم صفر ابن جني الطبخ راسه سطر من بطاني خالد ابوس وافينا المقام رابيا بالمرجله والكرم عده بزر وقت ما العمره على المرجله قبل الصيام يرخص الغني على شان حسكة الوبار يا عسى يدهم المشترى البعد عام صير بين يدحم الجمع ويدق النحار وفيا يمنى تقل اطلد رموح السنام يشهد الله والمخالق بدون وحضر ان دبوس لدبوس